الهدف من هذه الندوة هو تقييم تجربة تنزيل مقتضيات دستور 2011 فيما يخص ورش الأمازيغية لغة وثقافة. مرات تقريبا 10 سنين على مصادقة من طرف الشعب المغربي على الدستور الجديد. هذا الدستور اللي كينادي بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين بجميع الوسائل الممكنة، كما نادى بذلك صاحب الجلالة في خطاب أجدير. أشياء كثيرة تحققت منذ 2011، ولكن هناك أشياء كثيرة كذلك لم تحقق بعد. أنا تنعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة ديال الأجراء، التقييم ديال الوضعية تنعرفوها كاملين وتنعرفوا الوضعية يعني بأدق الجزئيات ديالها في الميادين كلها اللي كيهم، يعني هاد الميادين اللي كيهموا هاد الورش المهم جدا بالنسبة للمغرب. القرارات اللي خاصة تخاد الآن واضحة وباينة، مثلا في الإعلام، هذا الموضوع اللي كيهمني أنا، كاين أشياء كثيرة وقرارات مهمة جدا خاصة تخاد في هذا المجال إلا بغينا فعلا نمشيو بهذا الإعلام الأمازيغي للأمام. كتعرفوا بأن لما انطلقت القناة في 2010، من بين المشاكل الأساسية اللي واجهت القناة هو غياب الإنتاج السمعي البصري الأمازيغي، يعني السوق ديال البرامج، السوق ديال البرامج كان يعني شبه غائب في 2010. من بين المشاكل الأساسية اللي واجهتها هو غياب ما يسمى بسوق البرامج. كتعرف اليوم إلا بغيتي تخلق مثلا تلفازة ولا إذاعة ولا أي وسيلة سمعية بصرية، خصك السوق ديال البرامج. يمكن لك تنتج أنت، تنتج الأخبار، برامج إخبارية، بعض البرامج الخاصة مثلا، ولكن خاص ضروري السوق ديال البرامج باش يمكن لك تنجح المشروع ديالك. في 2010 ما كانش تقريبا بالنسبة للقناة، وقناة عامة ماشي قناة موضوعاتية، كان عندها مشكل أساسي هو مشكل ديال البرامج. لأن كتعرف بأن القناة العامة، قناة التلفزية العامة، خاصها برامج يوميا، خاصها باش تزود يعني شبكة البرامج ديالها بالبرامج، خص يكون سوق ديال البرامج وخصو يتشراو هاد البرامج. ولكن للأسف في ذاك الوقت ما كانش، كان فعلا واحد تجربة ديال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كنجو واحد 30 فيلم باللغة الأمازيغية بالروافد الثلاث. كانت واحد الشركة ديال الإنتاج المغربية اللي هي أليان برودكسيون هي اللي نجات هذوك الأفلام، ولكن داكشي ما كافيش يعني. إذا كان خاص هذاك الوقت يكون سوق ديال البرامج قبل ما تخلق القناة باش يمكن لنا ننطلقوا بهذه القناة هذه للأمام. ولكن أمام غياب هذا السوق ديال البرامج يعني اعتمدنا أساسا على الإنتاج الداخلي، وكانت مسألة يعني كانت تحدي كبير وكانت تضحيات من طرف الطواقم ديال القناة. أنا كنعتقد أنه في هذا الإطار هذا باش نوقف في الموضوع ديال هذه الندوة، أن حان يعني أن الأوان أن الدولة المغربية خصها تدخل بقوة باش تنهض بهذا القطاع وتعطيه جميع الإمكانيات باش يمكن ليه ينجح. كتعرف بأن أي مشروع وأي قطاع إلا بغيتي تنجحه خصك تعطيه أسباب ديال النجاح، على المستوى المالي، على المستوى الموارد البشرية، على المستوى اللوجستيكي. لأن هذا الإعلام، هذا إعلام عنده واحد الخاصية هي أنه عابر المجالات، ويمكن لك يهم هذه القطاعات كاملة اللي كنتكلموا عليها دابا، مثلا في العدل بالنسبة للتربية الوطنية، في التربية يعني وزارة التربية الوطنية معنية مباشرة بالإعلام، وزارة الداخلية معنية مباشرة، يعني جميع القطاعات معنية. إذن هنا فاش كتجلى الأهمية ديال القطاع وداك الطابع الاستراتيجي ديالو، ما فيهش شك. لان انا غادي نجاوبك، ولكن ماشي انا اللي غادي نجاوبك، غادي نجاوبك بالارقام ديال الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري. كتعرفوا دابا الارقام اللي كتصدرها كل سنه
الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري كتعطينا تقريبا 33 بالنسبة يعني الرواهي الثلاث، كل رافد كيكون عنده 33، كيكون بعض شوية ديال كاين اللي كيزيد شوية كاين اللي كينقص شوية، ولكن عموما كاين واحد النوع من التوازن بين الرواهي الثلاث. هذا ما كانش حاضر في 2010 و2011 2012 بالنسبة لتاريفيت وبالنسبة لتمازيغت. كانت تشلحيت هي اللي كانت حاضره بقوه. علاش؟ لان هذه مساله موضوعيه، لان كان المنطقه ديال اكادير معروفه بالانتاجات ذاك الوقت ديال الفي سي دي وديال كذا، وعندهم واحد السبق في المجال. ولكن حنا في قناه تمازيغ حاولنا قدر الامكان اننا نوازنوا بين هاد الروافد الثلاث. ويعني ولكن انا في نظري احنا باقيين كنتكلموا دابا، انا تنظن بان الاشكال ماشي ما بقاش في هذه المساله هذه ديال التوازن بين الروافد الثلاث. خاص نمشيو بعيد بهذا القطاع، خاص يكون عندها قنوات محليه، خاص نفتحوا الباب للقطاع الخاص، الدوله حتى هي تكون هي القاطره في هذا الميدان، ونفتحوا المجال للقطاع الخاص يجي يستثمر حتى هو في القطاع. مثلا عندنا 12 جهه في المغرب، خاص كل جهه يكون عندها تستثمر في هذا الميدان، يعني تفتح هذا المجال القطاع الخاص، يكونوا قنوات، يكونوا اذاعات كما في الدول. يعني ما كان المساله هذه خصنا ناخذوا العبره من الدول اللي مشات بعيد في هذا المجال. سير رانينا نبداو باكبر دوله في العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه، كتلقى التلفزه كتلقى عشرات الالاف ديال التلفازات المحليه، قد نقول لك دابا واحد مئات الالاف ديال الاذاعات وداك الشيء متخصصه وكذا. إذن خصنا نمشيو في هذا المجال. علاش؟ لان ما يمكنش لك تنجح هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد الا ما كاينش عندنا منظومه اعلاميه قويه. هذه مساله اساسيه واساسيه جدا. ما كاينش شي دوله اللي مشات بعيد على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي الا ما كاينش عندها منظومه اعلاميه بالمفهوم الشامل للكلمه، اللي ما عندهاش المنظومه الاعلاميه قويه. هذه ما فيهاش النقاش، وهذا الشيء خصو تدبير، خصو إمكانيات، وخصو رؤية.